يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفيك يديرها. يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفيك يديرها، عليه وفيك يديرها. مشاهدينا الكرام، نحن توا قاعدين في مركز من المراكز مية الأصيل، وتوا إن شاء الله مجهزين ووزعوا شباب الكاميرات ورجوا في الـ في الـ في الضحية تبتجي سيادة المخرج محمد وغرارة والمصور المبدع محمد وسيفي، توا مجهزين، توا بينه وبين الضحية تليفون يرن واحد من الشباب. تعال يا اسم الكريم أحمد، طبعا هي توكا احمد بيفصل توا، احمد طبعا نجاها ربي منها هي الكاميرا، احمد توا بيفصل يجيش اسمه شبوب علي. علي طبعا احنا منسقين، احنا متعين المركز على اساس علي هو فيه اللعبه، يعني الضحيه هي علي، وانا طبعا واخذ منه فاتوره. تعال خويا احمد واخذ منه فاتوره، متفقنا يا احمد عرفت على اساس واخذ منه الفاتوره، وانه واخذ منه العدد الحاجات الميه والعصائر وكذا، متفقنا والاداره والفاتوره هي. طبعا جاي توا حسيت اني منفصل وجتني في موعد مش موعده، والبضاعه ناقصه وكذا، وبرنامج كيفك ينعمل لي شنو مفبركه، وتوا انتظرونا ان شاء الله يا رب الحلقه تنال اعجابكم. السلام عليكم. هاي شباب، السلام عليكم، حال اخوي، اخبارك؟ حال صحتك؟ في امن الشباب كلموك على بضاعه في احتفاليه تاع شركه الامن. على اساس قالوا لك الساعه كم هم؟ قبل الساعه جوني ساعة 12 ونص والحفلة كاملة. كيف عندي انا؟ 12 ونص جوني والحفلة كاملة. ما عادش فهمت انا شنو. كلمك هو قبل ما يطلع كلمك. ما كلمنيش انا، كلم وليد، قعدنا نكلموا فيه، هيا في الطريق، هيا نعبي، هيا كذا، هيا سيارة، هيا ما عادش فهمت عرفت. ما عندناش غادي بخير عليكم. قصدي البضاعة ما عادش نبيع، انا قاعد انا. لان انا راهو انا مندوب عرفتوا. وانا منسق الحفله، وهي حفله يعني خاصه فيها ناس مسؤوله عرفت، قاعد نشري من المحلات يا شباب. فهمت قصدي، ما عادش فاهم ايش بندير انا. لا يا رب حتى بدنا نسوق، انا سبق انا. لا مو انت قلت عطيتها فلوس، اني معقول اني ما عطيتش فلوس يا شباب، رسماني بس انا مش معطيه فلوس وشيء، مثلا بنقول لك رد لي بضاعتي. انت بسلمها لك غادي عندك، قاعد عندك البضاعه وما خلصتش لين تحل الموضوع. انا خلصت وجيت بنتفاع معك، لين رنوا عليك انت شباب امس. ورديت علي اخرى بالشاره والمره، قلت له بضاعتك واتي. ما قلت لك اشتربني هنا خطوه خطوه. والله هو المفروض ران علي، انا المفروض ما تعاملتش انا بك يا شباب. انت جديد هنا والله، اول مره والله، هذا محل كان جديد المركز. آه جديد. انا روح اساس ناخذ من السيده عائشه، لكن هذا مش من المركز. تبع مقطع مش من المركز، من المندي هو. انا تعامل مع المركز، انا مش انا صاحب الكانتر. انت تتعامل معي؟ لا انت تتعامل معي. ونزيدك حاجه اخرى، نزيدك حاجه اخرى، خذ مني 3 جنيه تاع الكانتر. علاش قال لي توصيل؟ توصيل هاي حط روحه في مكاني. شفت انت كيف رقيت لك؟ قلت له شاب انا راه متعامل مع شركه دغري. قال لي لا 3 جنيه يا شاب. انا متعامل معاك، قلت لك سيده عائشه، انا متعامل سيده عائشه من قبل. مش السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. خلاص تمام. 30 ميه، 30 ستيكر مين تو؟ في 30 عفسر. عفسر عندي حلقه فاضي تو، معلش لازم نوضح. في ايه؟ تبغى نحكي بس نكمل موضوع قبل يا شاب. بس خير لا توفى يا شاب. استاذ باش شاب غير تريح، بس تريح انا شويه، بس انا عندي موضوع. انا سالتك بالله جمعز بس تبان عليها صديق الجمعز تريح. من قال لك انهيلي يا شاب؟ سالتك بالله تنهيلي والله مش انهيلي تو يا شاب، انا تخدمني انهيلي. ترجيني يا شاب سامحني بس.
بقى رجيني شوية بس أنا عندي فاتورة لأن هي بعد توقع الله لأن حتى أنا عندي فلوس. لا حاضر. قال لك نيلي ورا سخية. والله هي لك غير قال. بيعطيني فلوسي. مش تيجي. بيعطيك ما فلوس مش من هالك. عم يقول لك من هالك. بيعتمد بس عم خايته مني أنت بس خايته مني أنت مركز. هم الشركة غلط منك غير وسع بالك جمعز بس يا رجل أنت فاهم فاهم موضوع غلط أنت أول مرة تعامل بس فاهم موضوع. لا أنا نعرف تعامل يا شاب أنا مندوب أنا أصلا غلط عملت معك أنت يا شاب أنا غلط عملت معك أنت. والله غلط عملت وأسف أنا حقك علي لأن جيت عملت معك. تو تقول لي اول مره تعامل يا شيخ كيف تبيها انت بس كيف تبيها حمار في جابك السياره حمار بس دخلني نابش دخلني ذنبك انت انت جامع سريع انت تقول لي اه غلط منك انت غلط منك انت انا دخلني انا مش جامعز انهي لي اعطيني فلوسي رجيني يا شيخ سالتك بالله سالتك بالله اعطيني فلوسي والله سخر لي الدكان انا لما اجيب له فلوسي هذه هذا الحل انت موضوعك مش شعورك يا شيخ ليس قد ما ترتيب مش شعور سالتك بالله خلي خليه يكمل كم فيك 30 من انت انت شو اسمك معلش لو سمحت شويه بس يا اخويا انت شو اسمك انت يا رجل متعامل معك يعني. انت يا رجل متعامل معك الراجل انا من رايي سيبه مركز عادي انت خذها علي علي عادي انت امسك سوبر كارتر يا احمد تاخرت عليه انت عادي امسك دكان خضره انت شنو اسمك انت شنو اسمك كمل قرايتك يا علي كمل قرايتك يا علي يعني انت كمل قرايتك تبي عادي امسك دكان خضره خير لا لا ما تصيرش منك معروفه انا اسمع الاصيل ميت الاصيل ولا مركز اصيل معروف معروف يعرفون الناس كلها منك انت انا تم اسمع كل انت اوكي انا اقول لك كيرا ما اعرفك الا انت يا احمد ايوه الصره رن علي احمد ولا صره فلوسي يا علي مش هنجامد علي حتى عارك معاك اعطيني فلوسي يا علي ما عنديش فلوس يا ليش ندير علي اعطيك السياره ليش ندير مش هنجامد مش هنجامد مش هنجامد اعطيني موبايل سيدي اعطيني اي حاجه اعطيني موبايل اعطيني موبايل مش هنجامد معلش اعطيني تامين انت اعطيني موبايل بس في قديمه في راس مخضخه قديمه تبيع وجوك سمح انت تغر يا علي غير جامد علي قمعت موضوع حل بعطيني فلوس اعطيني فلوس يا راجل بفتش لي الدرج هذا فتش لي الدرج تغير وسخ غير قمعت مش حنقمز انا تغير خليني نقمز انا مش انا تري يا راجل قمعز يا مش حنقمز خليني نقمز مش انا على الاقل مقتنع ان الناس فلوسي في جلي تو خليني نقمز غير قمعز بعطيني جهاز اعطيني هذه قاعدة حاجه تضمن لي يا علي اعطيني تليفون اعطيني راس تليفون بس شو برن على راجلك برن على راجلك قمعز يا ليه مش حنقمز انا مش بايع يا سيدي لي مش انا انا مش هبيع ما تبيعش يا شباب تشري انت يا شابو انا اكمل لك انت شو تبي شو تبي انت لا تشري بضاعه مش ناخذ فلوسي شو تشري انت شو الميه ميه انت موظف تعال شو تبي ميه هذه ميه تعال يا علي تعال تعال سالتك بالله جيب بس سالتك بالله جيب هاي تعال شوف بس امسح حط هذه هذه حط سوري نا حط بس يا عبي انا حط عبي انا حط تعال ماي بس علي تعال وين تبي عصير هذا تعال شوف هذين كم بس ثم تجيش مش هقدر اعطيك من عندي هنا فلوس ادينا محسبتها هذا بيش اللي علينا فيه معناته تبرمني انت صح بشيله بكيف كيف 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 تعال طيحها لسه طيحها فيه يلا اعطيك تليفون علي تخرص يلا اعطيك تليفون يا علي اعطيك تليفون كيف توصل بس مش رزقي هو بعطيني فلوس مش هي تو تو تحكي على حاجه طلع بضاعه من المخزن هذا بيش اللي سوى علي بيش اللي تو شو دير مش من هنا طلع البضاعه تحكي عليها هذا بيش اللي من هنا تو هو بيش اللي من هنا تو 50 جنيه شباب انا فاتوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 كم فاتوره 570 1 2 3 4 5 6 اعطي لك هو اعطي فاتوره تعال بس علي تعال خلاص بس تعال بس تعال بس اعطي له فاتوره شوية بس يا شاب تعال يا شاب حط فاتورة يا رفك ده منه تليفون ما تقلش حل تليفون يا علي يا راجل لا لا عطيني دي له فاتورة الراجل بس دي له فاتورة طلع من هنا طلع طلع اكيد غير عادي تليفون احسب له الرقم يا رب ما تحسب لاش انك كتبته مش تبي في 100 ستيك هي برقم انت كانك تعالي في صوت نقول لك 100 ستيك انا بدي عليك انا بدي عليك هواك وهي قال لك هو غير عادي تليفون تعال يا راجل ما اعطيك تليفوني يا علي دهشني علي بفلوسي يا علي مش خليت فلوسك يا علي بيع اعطي فلوسه بيع هذا اعطي فاتوره انت تونتي له فاتوره اعطي تليفون احسب له الراجل بيع ثلاث فلوس كلم المخزن قول لهم قلت له دي له الشارع علي نغلط فيك
انت شكلك محترم مش مدي يدي عليك. انت خليت فيها محترم يعني. بين مدي يدي عليك انا باش نديلك انا. انت تو خليت فيها محترم يعني. بين مشاء الليله انت خلاص ريح روحك. ماشي ليه عندك فلوس من فوق التليفون كانك انت يا علي. يعني مشاء تمشي يعني كانك. علي تليفوني يعني. انت مشاء خليني تليفون وليه معدي نهيج انا شوف روحي. كيف نهيج شوف روحك غير التليفون يا راجل. كيف بندي له فاتوره كيف بنوصي هنا الجماعه. يا علي انت انسان مش عادي بكي سالتك بالله عادي مش مدي يدي عليك. انت ما خليت فيها مدي يدي يعني بدك تغلط فيها. بين اغلط فيك اغلط ولا شو ندير؟ بين اغلط فيك اغلط ولا شو ندير؟ تبيه نبكي ولا شو ندير؟ ليش بندير لك يا علي؟ خذيت تليفون بالله يسرك خذيت تليفون يا علي تبكي عايش تبكي انا غلطت فيك. انت خذيت تليفون انت عايش تبكي غلطت فيك انا؟ اعطيني انت تو خذيت تليفون. تعال ابي تعال. هاكا هاكا راجل راجل لا 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 كملت لاني كسرت يا شاب ريت انا معاك يا رب كسرت يا رب كانك مع الراجل يا رب كانك يا رب اطلع برا امشي اطلع برا امشي اطلع برا يا رجل عادي اطلع برا امشي يا رجل عادي اغلط ها مد يدي عليك مد يدك بين مشيها مشيها ها كانك تدوي كيف يا رجل رزق مش رزقي وانا مسؤول عليه امان هذه فرقتي ما نبيش ندير لق لان في كاميرات انا في الدنيا كلها حقوا فينا باهي الجو اللي دي في هذا مو جو محترم باش تبي مثلا انت تو فلوسك هذيك يا احمد يعني انت تو تجي معي هيك حسب ان هذا الشغل مش شغلك وان هذا انت عامل موظف لا مش قصد بحث معي غادي هذه كاميرا خفيه ليوه شهر رمضان المبارك كل عام وانت طيب ان شاء الله وهذه كاميرا خفيه الاخرى سيد محمد ابو سيف تعال معي تعال حبيبي ليوه ما ادري كاميرا خفيه ترى قلت هذا يتعاطى ولا زهره تعال براو ليوه حبيبي والله قول لي انت باي حتى انت وني قاعد يقول لي لي وشانشان وني تعال هذه كاميرا خفيه شهر رمضان مبارك شهر رمضان مبارك ليوه انا صاحبي وحبيبي احمد الشين وكانت هذه مفبركة وكانت لعبة وكان الشباب راه يعزوا علي قالوا نحن نبوها في علي عارفين علي من نيرفز و عرفته ايه ما فلمت قالوا لي وهذه كاميرا خفية وهذه الثانية عند الدكتور المخرج محمد الغرارة السيد محمد أبو سيفي السيد علي تجوري هذا كاس العمل شو تقول للكاميرا؟ سامحوني على سامحوني كان طلعت مني أي كلمة وسامحني كان أنا طيبين إن شاء الله علي وفيك يدير الشاطر تعيش وتاكل غيرها لا في البال ولا على الخاطر عليه وفيك يديرها يا غالي يا غالي انا تو كيف تعرفت عليك دراني غالي يا رجل كان غالي بس عليه وفيك يديرها عليه وفيك يديرها انا هذا عمل انساني هنا حنشوف لك كيف ايش يحس بطنه يا رب خلاص انا ما انا عندي خيله ويله عليه وفيك يديرها